نعمان الحلو وسعيد موسكير يتنازلان عن أموال الدعم من وزارة الثقافة. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. بعد تنازل الفنان نعمان الحلو عن الدعم الذي خصصته وزارة الثقافة والرياضة لفائدة الفنانين، جاء الدور على الفنان سعيد موسكير ليتخلى عن 110,000 درهم. وطلب موسكير في منشور نشره على حسابه بالإنستغرام الوزارة الوصية بتحويل هذا الدعم للمساعدة في إنشاء مرافق حيوية وضرورية في المناطق الأكثر حاجة وتضررا في هذه الظروف التي تعيشها البلاد حسب تعبيره. وتفاعل المئات من المعلقين مع خبر تنازل موسكير عن الدعم، حيث نوه البعض بموقفه، فيما طالبه آخرون بالعدول عن تنازله على اعتبار أنه فنان معروف وله رصيد فني محترم، كما دعاه آخرون إلى التصرف بالمال بدلا أن يتركه بيد الوزارة. ويأتي قرار موسكير في خضم الانتقادات التي وجهها عدد من المغاربة وبعض الفنانين للوزارة الوصية حول طريقة انتقاء أسماء المستفيدين، حيث يرجح أنه ارتأى أن يبعد نفسه عن النقاشات الدائرة. ويذكر أن نعمان الحلو قرر في وقت سابق التنازل عن إنتاج مشروعه من دعم الوزارة، وطالبها بتحويله إلى صندوق كوفيد-19 المخصص للمتضررين من تفشي الجائحة. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.